الامام مسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه نفعنا بعلومه في الدارين امين في كتابه المسمى بالصحيح، باب الاسراء برسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى السماوات وفرض الصلوات. عنه به قال حدثنا شيبان بن فروح بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتي بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه. قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابن الخالة عيسى بن مريم ويحيى ابن زكرياء صلوات الله عليهما، فرحب ودعوا لي بخير، ثم عرج بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم قد إذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس، فرحب ودعا لنا بخير. قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا، ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون عليه الصلاة والسلام، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل عليه السلام. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه الصلاة والسلام، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى،
وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك؟ قال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم فإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. وعنه به قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت. وعنه به قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن أبي سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وآله وسلم. بل أثر ذلك المخيط في صدره مش المخيط المخيط وعنه به قال حدثنا هارون ابن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله
ابن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وساق الحديث بقصة نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. وعنه به قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأرسل إليه. قال نعم ففتح. قال فلما علونا السماء الدنيا فإذا برجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. قال فقال مرحبا بالنبي الصالح ولابن الصالح. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم عليه الصلاة والسلام، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأهل اليمين أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية فقال لخازنها افتح. قال فقال هل له؟ فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا، ففتح. فقال أنس بن مالك فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإدريس صلوات الله عليه قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال ثم مر فقلت من هذا؟ فقال هذا إدريس. قال ثم مررت بموسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا موسى. قال ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال عيسى بن مريم. قال ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال ابن شهاب وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة
الأنصاري كان يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس ابن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة قال فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى عليه السلام ماذا فرض ربك على أمتك قال قلت فرض عليهم 50 صلاة قال لي موسى عليه السلام فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك قال فراجعت ربي فوضع شطرها قال فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك قال فراجعت ربي فقال هي خمسون لا يبدل القول لدي قال فرجعت إلى موسى فقال رجع ربك فقلت قد استحييت من ربي قال ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك وعنه به قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك لعله قال عن مالك بن صعصعة رجل من قومه قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين فيقول أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا قال قتادة فقلت للذي معي ما يعني قال إلى أسفل بطنه فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة ثم أتيت بدابة أبيضة يقال لها البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطأه عند أقصى طرفه فحملت عليه ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه قال نعم قال ففتح لنا وقال مرحبا به ولنعم المجيء جاء قال فأتينا على آدم عليه الصلاة والسلام وساق الحديث بقصته وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليه السلام وفي الثالثة يوسف وفي الرابعة إدريس وفي الخامسة هارون صلى الله عليهم وسلم قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراهيم وقال في الحديث وحدث نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى 4 أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان
فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. ثم أتيت بإناءين، أحدهما خمر والآخر لبن، فعرض علي فاخترت اللبن، فقيل أصبت، أصاب الله بك أصاب الله بك أمتك. على الفطرة أصاب الله بك، ده لابد أن أمتك على الفطرة. فقيل أصبت، أصاب الله بك أمتك على الفطرة. ثم فرضت علي كل يوم 50 صلاة، ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث. وعنه به قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، فذكر نحوه وزاد فيه، فأتيت بطسط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراقي البطن، فغسل بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس، قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أسري به فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوءة، وقال عيسى جعد مربوع، وذكر مالكا خازن جهنم، وذكر الدجال. وعنه به قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا يونس ابن محمد قال حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، وأري مالكا خازن النار، والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم لقي موسى عليه السلام. وحدثنا أحمد بن حنبل وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بوادي الأزرق، فقال أي واد هذا؟ فقالوا هذا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية، ثم أتى على ثنية هرشا فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشا.
قال كأني أنظر إلى يونس ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف، خطام ناقته حلبة وهو يلبي، بل خلبة وهو يلبي. قال ابن حنبل في حديثه قال هشيم يعني ليفا. وعنه به قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي العالية عن ابن عباس قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين مكة والمدينة فمر بواد فقال أي واد هذا؟ فقالوا وادي الأزرق. فقال كأني أنظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام، فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود واضعا إصبعيه في أذنيه، له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال أي ثنية هذه؟ قالوا هرشا أو لفت. فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف، خطام ناقته ليف، خلبة مار بهذا الوادي ملبيا. حدثني محمد عنه به قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر. فقال ابن عباس لم أسمعه. قال ذاك ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، وفي رواية ابن رمح دحية بن خليفة. وعنه به قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حبيد وتقارب في اللفظ. قال ابن رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حماما. قال ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به. قال فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته. فقال هديت الفطرة أو أصبت الفطرة؟ أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. والحمد لله.